إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واهتدى بهديه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس ما أكثر ما تتكرر هذه الآية على مسامعكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وهي آية عظيمة متضمنة لمعاني بديعة، وهي أن من أطاع الله ورسوله فإنه فائز في الدنيا والآخرة. وإنكم لتسمعون وتدركون هلع كثير من الناس، إما من أمراض وأسقام، وإما من فتن وآلام، وإما من أزمات خانقة شديدة في الاقتصاد والمعايش على ما عندهم من الخيرات وما بأيديهم من الأموال الطائلات. ولكن يا عباد الله، إن الحياة الطيبة والحياة السعيدة تتوفر في طاعة الله عز وجل حيث كانت، سواء كانت عند غني أو فقير، عند ذكر أو أنثى، عند جني أو إنسي، فإن وعد رب العالمين بها في حيث كانت، لقوله سبحانه يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولوعده الصادق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومفاد ذلك أن من عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه موعود من ربه عز وجل أن يحييه حياة طيبة تدوم حياته الطيبة في الدنيا والآخرة بجزائه الأوفى، بجزاء الله سبحانه وتعالى له. وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وإن العبد المؤمن إذا عمل حسنة فإن الله يدخر له ذلك يوم القيامة ويعقبه على ذلك برزق حسن، أي أنه يناله خير حسنته وطاعته في الدنيا والآخرة، لوعد الله الصادق في هذه الآية أنه يحييه حياة طيبة. يا أيها الناس، إن الرأسمالية
تجد عندهم الهلع والجزع في أدنى المضايق إذا لمت بهم شدائد ومضايق، وذلك ما دل عليه خبر رب العالمين بقوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأسس ذلك الذين ليس عندهم إلا المادة ولا همهم إلى الدنيا، وكأنهم من أجلها خلقوا، عذبهم الله بها في الدنيا قبل الآخرة. وأنت يا عبد الله، وأنت يا أيها المؤمن، تعيش في سعادة وطمأنينة بذكر الله وبرزق الله الواسع الذي قد كفله لكل عبد خلقه، لكل مخلوق خلقه، فهو القائل سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت مؤمن بمثل هذه المواعيد من رب العالمين؟ إنه لو وعدك إنسان على عدة من العدات وأنت تعرف وفاءه لوثقت بتلك العدة، فكيف بعدة رب العالمين: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو رب السماء والأرض، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فاجعل هذه عقيدة لديك وسلوكا تسلكه وتجعله بين يديك، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضيع عبدا من عباده، برا أو فاجرا لن يتركه من رزقه. فكيف بك أيها المسلم؟ كيف بك أيها العابد؟ كيف بك أيها الذاكر؟ كيف بك أيها الداعي لله سبحانه وتعالى؟ وقد وعد الله وقد أبان الله كرمك عنده، كما قال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعلم يا عبد الله أن السعادة والراحة في النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أي بطاعة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إن الغنى غنى النفس. فكل من طابت نفسه استراحت نفسه وعاش حياة طيبة بقدر ما هيأ الله فيه من الرضا وذوق طعم الإيمان وراحة تلاوة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن ما يتمتع به المؤمن من الرضا بما آتاه الله سبحانه وتعالى ليجعله هادئ البال هانئ النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال الله سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي الآية الأخرى: وخير مردا. فهو واثق من ربه بهذه المواعيد الدنيوية والأخروية، وكل ذلك يشعر فيه بنعمة وسعادة، ويزداد قربا من ربه بآلائه ونعمه. إن الحياة السعيدة المطمئنة متوفرة في القناعة بقدر ما يقنع الإنسان يسعد. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفلاح كله وراحة النفس في القناعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ففي هذا الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا رازقا مدبرا لشؤونك
تجد فيه راحة نفسك وطمأنينة قلبك. وهكذا الحياة السعيدة في الإنفاق، سواء كنت مقلا أو مكثرا، فتحل يا أيها المسلم بالإنفاق، فكل ما أنفقت أنفق الله عليك، واعلم أنك مخول على مال الله وفضل الله ورزق الله. وإن أحسنت أحسن إليك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، وإن الرأسمالية لتعلم الناس الشح، ورب العالمين يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن الرأسمالية لتخرج المرأة من خدرها إلى أن تلقيها في مهامه الفتن، وإلى أن تلقيها في أماكن الاختلاطات طلبا للمال وجمعا للمال من حلال أو من حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي زمان يبتغون المال من حلال أو حرام، أو قال يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. إن الرأسمالية عندها ضعف في التوكل على الله. ففي صحيح في الثابت الحديث ثابت عن أنس بن مالك رضي عن عمر رضي الله عنه، وجاء بنحوه عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أنت حالك يختلف عن الذين هذا ديدنهم وشأنهم المادي. أنت مخلوق لعبادة الله ومتاق إليك رزقه. وقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. دائما هو يلوح بين عينيه الفقر، مواعيد الشيطان لا تتجاوز عينيه، كما قال النبي كما قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فيتسلط عليهم الشيطان بمواعيده، فتجد فقره بين عينيه لشدة اهتمامه بالدنيا واستعباد الدرهم والدينار له، فيصير منحوسا متعوسا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة وعبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على من همه الدنيا، كما هو ديدن الرأسمالية الذين قد قطع قلوبهم حب الدنيا وجعلهم في غاية من الهلع والجزع من شيء من أمور الدنيا إذا انتابتهم، إما بأسقام أو أمراض أو فقر أو غير ذلك. وتجدهم يقولون إن هذا اختناق وأزمة خانقة. أين أنت من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمرة، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قصعة، نأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما نأكل من قصعة واحدة من غداة إلى عشي، أي من الصباح إلى الليل، يقوم عشرة ويقعد عشرة، قصعة واحدة، وإذا بالناس كل ما أكل عشرة قاموا ويأتي غيرهم على تلك القصعة. قال فقال: ومما تعجب، ما كانت تمد إلا من ها هنا. قال له الراوي راوي الحديث يقول لسمرة بن جندب: من أين كانت تمد؟ أي من هل يضاف إلى هذا القصعة طعام آخر؟ قال: ومما تعجب، ما كانت تمد إلا من ها هنا، أي ترزق ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في فلاه سمع صوتا من سحابة يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان. فاجتمع السحاب
وصب ماءه في شرجة ومضى وهو على ذلك الحال، فوجد رجلا يستوعب ذلك الماء في حديقته، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: أما اسم سألت؟ فأنا فلان ابن فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. قال: أما إني سمعت صوتا في السحابة الذي هذا ماؤها يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان. فماذا؟ قال: أما إن سألت فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأقتات أنا وأولادي وأهلي ثلثا، وأتصدق بثلث، وأصلحها بثلث، اجعلها ثلاثة أثلاث، الثلث يصلحها به من زراعة وما كان من ذلك، وثلث يتصدق به، وثلث نعم يتصدق به، وثلث ينفقه عليه وعلى أهله. فانظر يا عبد الله وكن واثقا برزق الله، الله هيأ سحابة لهذا المتقي لله في هذا المال اليسير، ويصب ذلك الماء بين مزرعته دون سائر الدنيا والمزارع، إنه فضل الله وكرم الله سبحانه. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه مات أبوه وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهم يحفرون الخندق وعرضت صخرة، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نازل، ثم أخذ الفأس ونزل وهو وبطنه مربوط بحجر من الجوع لعدة أيام، لا يذوقون ذوقا، لا يذوقون طعاما ولا مشروبا يعني يمتعوا، لا يذوقون ذوقا. قال: فضربها فعادت كثيبا أهيل، أي عادت ترابا. فنظرت إليه قال: ثم استأذنت قلت: يا رسول الله أذن لي. فانصرفت إلى أهلي فقلت: لقد رأيت برسول الله ما لا يطاق، هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير. قال: وعندنا عناق داجن، فذبحتها وعجن وطحنت الشعير وفرغت لفراغي، كلاهما فرغا سواء، هو أنجز عمله وهي أنجزت عملها. قال: فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع الخبز في التنور والبرمة على الأثاف. قال: فقلت: يا رسول الله طعيم لي، قم أنت ورجل أو رجلان معك. فقال: ما هو؟ فأخبرته، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم. قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس مجالسهم، أي جلسوا، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من ذلك الخبز الشعير ويفته ويصب عليه من البرمة مرقا ولحما، فيأكل عشرة بعد عشرة بعد عشرة حتى أكلوا جميعهم. قال: كم كنتم؟ قالوا: كنا ألفا. ألف واحد يأكل من عناق صغيرة ومن صاع من الشعير، هذه بركات الله، إننا نعيش معشر المسلمين في بركات الله وجوده وفضله ومنته، لا في مجرد الرأسمالية أو في اهتمام الرأسمالية الذي يظن أن ذلك بقوته أو كذلك بحنكته. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، ليس لك من، يقول: إن الأمر كله لله. نعم. ونظير ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه 440 واحدة، كما في حديث الأخ الخثعمي رضي الله عنه، قال: فقال لعمر بن الخطاب: قم فاعطهم. قال: قلت: يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية، أي ما إلا الذي يكفيني والصبية أيام القيض وهي 4 أشهر. قال: قم فاعطهم. قال: فقال: سمعا وطاعة. فأخذ المفتاح من حجزته وصعد إلى غرفة فيها تمر مثل الفصيل الرابض، الفصيل ابن الناقة الصغير، شيء تمر مركوم كهذا. قال: فقال: شأنكم. فأخذنا جميعا، ما من أحد إلا أخذ منه ما شاء، ثم انصرفنا ولم نرزأه شيئا، كأننا لم نرزأه تمرة واحدة. هذه بركة الله في هذا الطعام، في هذا التمر، 400 واحد، 40 واحدا يأخذون من فضل الله من طعام مبارك
جعل الله عز وجل لهم فيه البركة ثم ينصرفون وكأنهم لم ينقصوا منه حبة واحدة. وهذا نظير أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتلا من التمر فعلقناه في سقف بيتنا، قال: فجعلت أكل منه أنا وأهلي أيأكلون منه حتى ولم يفنى حتى جاء حتى أكل منه أو أخذه أهل الشام حين قدموا من الشام على المدينة في زمن يزيد بن معاوية بعد عدة سنين، وهم يأكلون من بركة الله عز وجل من مكتل واحد. وابن مسعود رضي الله عنه حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يرعى غنم لبعض المشركين فقال: هل عندك شاة فيها من لبن؟ غنم عقبة بن أبي معيط. قال: هل عندك؟ قال: نعم ولكني مؤتمن. قال: هل عندك شاة لم ينزع عليها الفحل؟ قال: نعم. فأخف أتاه بها فضرب ضرعها فنزل اللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر من شاة لم ينزع عليها الفحل. إنها بركات الله، يجب على المسلم أن يؤمن بذلك، البركة من الله. بارك الله عز وجل في زمزم ورزق العباد منها ورزق أم إسماعيل وولدها منها، فصارت تلك البركات إلى ما ترونه إلى عقب الدنيا إن شاء الله. حين كانوا على تقوى من الله وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته أم إسماعيل هاجر عليه السلام عند دوحة في البيت، ثم انصرف ولا أنيس ولا جليس، فقالت: أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي ليس فيه أنيس ولا جليس ولا شيء؟ فلم يكلمها، ثم فلما توارى قالت أو أبعد قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. ولما ولى استقبل إلى البيت ورفع يديه وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فما زالت تشرب من ذلك الماء وترضع ولدها وتأكل من ذلك التمر حتى فني، وجعل الولد يتلبط وهي تصعد إلى الصفا وتنزل إلى المروة وتذهب هكذا وهكذا تنظر هل من أنيس، فسمعت صوتا فقالت: أغث إن كان عندك غوث. فنزل جبريل عليه السلام وهزم برجله أو قال بجرحه، دق بجرحه في الأرض، فخرجت زمزم فجعلت تجمع الماء وتشرب، وسارت زمزم على ما تعلمونه من بركات الله فيها، الناس يغترفون فيها سائر أهل الدنيا ولم يحصل فيها نقص. إنها بركات الله سبحانه وتعالى التي تجعل المؤمن يزداد إيمانا وثقة بالله وتوكلا على الله سبحانه وتعالى ما دام مع تقواه ورضاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحمد لله على توفيقه وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يحب طاعته ورضاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. أما بعد، أيها الناس، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا فوض أمره إلى الله سار فيها على مكنة وتوفيق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فكم استخلف من أمم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإذا أردت أن يمكن الله لك ما ترتضيه وما تحبه وأن يتحقق لك، فعليك بما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الدليل: آمنوا وعملوا الصالحات.
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فإذا كان الإنسان خائفا من فقر أو مرض واتقى الله أبدله الله أمنا وصحة، وإذا كان الإنسان خائفا من فقر وقلة واتقى الله أبدله الله رزقا وسعة بقدر طاعته لربه. ثبت عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، ولا تباعد مني، أملأ يديك شغلا ولا أشد فقرك، ولا أشد فقرك، أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا ولا يسد فقره. فليس الفقر إلا فقر القلوب. لو أن لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا الصنف من العباد مستثنى، فإنه لا ينتابه الهلع ولا الجزع عند الشدائد والمضايق، ولكنه ضروع إلى ربه سبحانه وتعالى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ما يتولى، بل يستغفر ربه ويعود إلى ربه سبحانه ويستكين له. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، اعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. ولما قال أبو ذر رضي الله عنه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد وموت شديد حتى يكون العبد البيت بالعبد، أي القبر الذي يحفر لا يحفر إلا بمبلغ هائل، ماذا تصنع؟ قال الله ورسوله أن قال: تعفف يا أبا ذر، أي إلزم العفاف والزم القناعة، فإن ذلك يعتبر من رزق الله سبحانه وتعالى. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فإذا صبر الإنسان على طاعة الله وأقدار الله وعن معصية الله يعيش على حياة سعيدة ويجد عيشة هنية من الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه قال في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالصالحون هم ورث الدنيا وورث دار الآخرة وأرض الآخرة بوعد الله الصادق الذي لا يخلف. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكل أمر أنت تخاف شدته وتتق الله سبحانه وتعالى فيه تجد فيه اليسر. وقال: رب ربنا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء بالأمطار والخيرات، وبركات الأرض أيضا بالزراعة وما يحتويها من البركات والتجارات وغير ذلك من النعم. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فإنما يحصل الشدائد والمضايق على العباد بقدر بعدهم عن ربهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما طفطف قوم المكيال والميزان
إلا أخذوا بشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وما لم تقم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ذلك إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. وإذا فشت فيهم الفاحشة، وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا جعل الله فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تقم في أسلامهم في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. نسأل الله العافية، ونسأله الهدى والتقى، ونسأله فضله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.